السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على كثرة الأسماء وتعدد المراكز يثير متاعب يعني لهذا المدرب، يعني خاصة وين نقولوا باللي يعني وين نقطة ضعف المدرب جاما بالماضي هي يعني كي يحط تشكيلة ما يلعبش على حساب الخطة اللي تناسب اللاعبين، ما يلعبش يلعب خطة هو عنده خطة هذيك تاعو اللي دايما باغي يفرضها على لاعبين اللي ما يستوجبوش مع الخطة تاعه مع الأفكار تاعو. بل نعطيكم واحد الأمثلة باش شفتو بايد 2014، يعني كل مباراة تغيير لاعبين وخطة، أربع مباريات أربع خطط وتغيير مناصب تاع اللعابة في بعض المراكز ماشي كاع. زيد نجيوكم غير تانية كوب دافريك تاع المحليين بوغرا وين لعب حسب الإمكانيات اللي عنده وحط الخطط اللي تساعدو اللعابة، رغم أننا نعرفوا المستوى تاع اللعابة تاعنا بصح حط لهم خطط يعني خطة اللي تناسب باللعابة. جمال بالماضي نقطة الضعف تاعو ما يحطش خطة، ما عندوش قراءة للعاب، ما عندوش قراءة يعني عنده هي مع من بين البو بين البو مع جيبوتي أيا دير تشوف ما سامي كان مع جيبوتي أيا خليتو جماعة تاع محرز وكلش خليهم على جهة أيا روحو نتوما تلعبو روحو دخلتو بوداوي دخل زرقان آدم زرقان دخل لوصيف دخلنا أيا لعبو كات كات تروا تروا يلعبو أيا كات كات دو ولا يلعبو تصيبهم اللعابة يتلاصقو بعضهم بعض كيما نهار التالية تاع طنزانيا ولاو اللعابة يتلاقاو. نزيدكم حاجة واحدة كيما نهار الضربة اللي خسرنا بتروا في الكاميرون كونت الكوت ديفوار، شو ولاو تلاقاو ولاو تلاقاو والتسمو وتصيب مساحات في خط الوسط الميدان، مساحات بحر 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 مكاش تغطية مكاش حتى كونت اوغان كونت تنزانيا كونت تونس اللي لعب زعما جرون كونت اللي لعب محسوب لعب يربح تونس نربح يعني مساحات من امس تونس لعبونا جرون كومبلي مع جرون كومبلي مع كيسموها يا ربي كونتر لينا توانسا جرون كومبلي كونتر لينا كيما لعبوا كونتر مصر او دي والله بريمير ميطو ولا دي ثلاثة انا نقولها لك بالكوفيتير رانا وين وروحوا كاينه واحد الحاجه راني مأمنكم رانا مأمنين باللي جا بالماضي هو اللي جابهم هو جا بالماضي تاليا من جا تاليا وكان راخر حط الاستقاله موراه جا هو وين عيط لزبيزف يعني حتى تكلم معاه قال له شاك داير مع الجوال هو ما تكلمش مع الجوال انا نتحدى مخير فيكم تحداكم انا شو انتم اللي تكذبوا على بالنا باللي تكذبوا وان شاء الله عن قريب يعني هذه السيمانه هذه ان شاء الله بربي سوف يعني ننشر كل ما تحدثتم به. والله العظيم ماني شافق عليكم اتكلوا على ارواحكم يا مسيلمة الكذاب يا بيناتكم تعايرين بالماضي يا تعايرين بالماضي بيناتكم تعايرين بالماضي يا عادي غادي الشعب يسمع بيناتكم تعايرين بالماضي يا هاهما تعايروا بالماضي بيناتكم تعايروا حنا كان عندنا وجه واحد انا كنت نقول باللي بالماضي ماهوش مدرب بصح نتوما تكتبوا بالماضي خط احمر بصح بيناتكم كي تجمعوا ايه تبداو تهضروا تعايروا بالماضي هذه تسمع تو دوسمون بس يا صاحبي غير بس و بوركوا قلت باللي تبون فرشة ماهوش رايس بوركوا تسمع بيها تبون فرشة ماهوش رايس عاود ولي تفكر روحك شاطر مع خوك الهاشمي قلع روحك خويا قلع روحك سي الهاشمي قلع انا لا عليك
خلي لي ذوك ثلاثي الامجاد شنويه وهذاك المخنث وهذاك الباسينه وهذيك اللي راهي تشرك في فمها. قالك الوالا غير عزايا الخبر يجيبوه التوالا من بعد. بعد ترسيم التحاق امين قويري بقائمه المنتخب الوطني اضحت خيارات متنوعه ومتعدده لجمال بالماضي خاصه في خط الهجوم نظرا لتعدد المناصب وكثير من اللاعبين، الامر الذي سيحدث صداع في راس جمال بالماضي لاختيار قائمه رسميه وذلك قبل اشهر قليله عن نهائيات كاس امم افريقيا بالكوت ديفوار. والتحاق قويري الذي يلعب في عدة مراكز هجومية بجناح أيسر وجناح يعني ومهاجم ثاني، شأنه في ذلك الشأن محمد أمين عمورة سيضع بالماضي في ورطة خاصة مع توهج ياسين إبراهيمي بالدور القطري والمستوى الرائع لسعيد بن رحمة الذي يعد من أكثر اللاعبين الجزائريين مشاركة مع أنديتهم في انتظار عودة المحتملة ليوسف بليلي الذي يراه بالماضي مالك الجهة اليسرى في الهجوم الخضر. وكذلك دون نسيان مهاجم يعني الفرانكفورت الالماني فارس شايبي وكذلك العوده التدريجيه لادم الوناس الى المستوى فضل عن عوده اسلام سليماني وثقل اسم بغداد بنتياح واصداء جميله التي يقدمها امين محيوز في اول موسمه الاحترافي سيكون بالماضي بلا شك امام صداع كبير في اختياره للقائمه. 6 مراكز و10 خيارات متاحه حاليا وفي ظل الأسماء المتاحة ستبقى كلها مرشحة لدخول قائمة بالماضي، كما لن يكون مفاجأة غياب أي اسم عن القائمة في ظل كمية والنوعية. على الجهة اليمنى من الهجوم الخضر سيكون رياض محرز بلا شك أساسي، بينما سيكون بوعناني أو آدم الناس بدلاء له. بوعناني ما راهش يلعب مسكين. أما على الجهة اليسرى فالمنافسة ستكون شديدة شرسة خاصة إذ ترسمت عودة ياسين إبراهيمي جناح الغرافة القطري ومع جاهزية بالرحمة وإمكانيته اللعب فارس شايبي وأمين قويري وعمورة في نفس الجهة سيكون الأمر شديد التعقيد لدخول حسابات بالماضي دون إغفال إمكانية وصول يوسف بليلي قبل كان مما يعني حصرية المنصب لابن الباهية وهران ودخول منافسة معه ستكون مرهقة للجميع يعني بسبب تماسك به جمال بالماضي. يعني في مركز رأس الحربة سيكون بالماضي أمام خيارات متنوعة بمزج من خبرة والشباب وسرعة، فالوجود إسلام سليماني وبغداد بنجاح سيعني وجود اسمين يمتلكان من الخبرة ما يمكنهم من فعل الكثير، كما أن سرعة عمورة الذي يمكنه اللعب أيضا كمهاجم صريح قد تصنع الفرق في حسابات بالماضي. وهناك أيضا إمكانية استنجاد بلعاب أم صلال القطري الذي أندي ديلور أو أيمن محيوز دون نسيان قيمة الفنية الكبيرة التي سيقدمها الوفد الجديد لكتيبة محاربين الصحراء أمين قويري الذي يعتبر أوفر حظ بين الجميع ليكون أساسي نظرا لجودته الهائلة وأمل يعني لعودة عليه في الجماهير يعني الجماهير الجزائرية. هذه هي احنا وين نتمناو إن شاء الله بربي وين نتمناو أمين قويري يعطيه فرصة كاملة باش يقول لك جبنا نسيوه، يعني ماشي تاع جبنا نسيوه، لا تاع جبنا نسيوه هذيك ما كاش يا خويا، هذيك ما كاش تاع جبنا نسيو، هذيك ما كاش، هذيك نقلوها تاع جينا نسيو، ما جيناش نسيو، هذي من التالي خويا، هذي مازال كاين شرقية، راني نقولكم أنا نقولكم كاين شرقي وكاين أوليس، كاين شرقي وكاين أوليس باش يكون على بالكم، هذي غير باش ديروها مليح في لسانكم. أيوا رانا مأمنين، أنا واحد الناس راني مأمن بلي بالماضي هو اللي جاب هادو اللعاب، وجابهم باطل لا، كيما قالكم بو كلبا اللي غادي بعد، بالسيقار، بالسيقار، كيما هو.
تنساوش ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو واللي مشي ابوني معنا وان شاء الله دائما معكم بجديد.